الحرب الدائرة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في لبنان تخلف مزيداً من القتلى والجرحى، حيث أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل عدة أشخاص جراء غارة إسرائيلية استهدفت مناطق شرق وجنوب البلاد. وزارة الصحة أوضحت أن غارة إسرائيلية طالت حي النبي أنعام في مدينة بعلبك شمال البقاع شرق لبنان، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص بينهم طفل، بالإضافة لإصابة 5 آخرين، وذلك بالتزامن مع قصف جوي استهدف الأجزاء الغربية من المدينة نفسها. وفي جنوب البلاد أعلنت الوزارة أن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 4 آخرون جراء غارة إسرائيلية مماثلة على بلدة الخرايب، كما أشارت إلى مقتل 4 أشخاص بينهم طفلان وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي على بلدة البابلية الأحد. إلى ذلك أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن اشتباكات عنيفة تدور بين عناصر حزب الله والجيش الإسرائيلي الذي يحاول التقدم البري على محور عيت الشعب في الجنوب بالتوازي مع قصف إسرائيلي بالمدفعية الثقيلة. من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق عشرات القذائف الصاروخية من لبنان باتجاه كريات شمونة ومحيطها بالجليل الأعلى، فيما قال حزب الله إنه استهدف برشقة صاروخية منطقة كرم إيل.